الكشكية مشهورة بطبخة الشوربة لأنها فيها نكهة غريبة، بعدين هي غذاء كامل متكامل الإنسان، يعني القمح فيه غني بالفيتامينات والحديد والمعادن، فعندما يأخذ الإنسان ممكن أنه يقتصر هذه الوجبة على غذاء طول النهار. احنا صبيات من نيجي من اول ما هذا بنعبي مية في السود ونشغل الغازات تحتيها لبين ما تغلى، بنبقى موزنين القمح، وساعة ما تغلى المية بنسقط عملية القمح في السود وبننظفه، لأن يعني في بعض شوائب ما هذا كله بننظفه عن الصواب بيبقى نظيف 100%، فبتقعد لنا يمكن تقريبا أو حوالي نص ساعة ثلثين ساعة وهي تغلى، وإحنا نحرك فيها عشان يطلع يعني الطبيخ جيد. فبعدين طبعا عندنا كل ديس برضه بيستوعب كيسين ملح، يعني 2 كيلو ملح بيستوعب كل ديس، بنحط عملية الملح. فلما نيجي احنا نشوف عملية اللي هو القمح انه فتح وبدا يستوي فوري، في لهم غطي وساع بنغطيهم عليهم على السود، وبنحط عليهم فوقهم عملية احجار زي عملية طنجرة الضغط، بصير عملية استوان على البطيء. فتقعد عمليه العمليه تبع الضغط تبعتهم في تقعد لها حوالي ساعتين، من الساعتين للثلاثه. فبعدين يعني الناس موجودين وبيجي عمليه وقت التوزيع، بنفتح الديس وبنطب الموزع وكل انسان بيجي اللي بده يعني بياخذ. المسيرين يتقدمون بهذه الأطعمة والتبرعات على مدار السنين، لكن هو الممول الأول والوحيد لهذه التكية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الفلسطينية. احنا نحاول دائما انه نقدم الافضل. ففي البدايه عملنا حواجز لفصل الاناث عن الذكور او النساء عن الرجال، ثم اضفنا حاجز لمنع وصول الاطفال وهذا والاندفاع باتجاه مواقع الطبخ، لانه كان يتعرض اكثر من واحد الى حرب، منعنا هذا. بنحاول بامكانياتنا المتواضعه بجهودنا بقد ما نقدر لتنظيم انه من يقصد ان ياخذ احتياجه بكرامه وبدون ازدحام، لكن لازم يعني هذا ما نستطيعه. في الايام هذه يعني في الايام الانتفاضه مش من هون يعني وجوه، لا مش من البلدة القديمة أو هذا، فكانوا يقولوا إحنا من القرى من الفوار، إحنا من رب أيتام، وفي عدة نسات إنهم أزواجهم يعني ما بيشتغلوش، كانوا يشتغلوا في إسرائيل والحصار والجدار الفاصل والمعاناة اللي بيعانوا فيها، ممنوع دخول إسرائيل، فإحنا بنيجي على هون اللي يعني نمشي امورنا يعني في الاشياء هذا، فيش يعني فلوس فيش هذا، فالناس يعني هون صارت الكميه عندنا اكثر. احسن لحظه بالنسبه لشوف لما تشوف الناس انك بتساعديهم وبتقيم معهم وتعطيهم وبكونوا مبسوطين وبقولوا لك يعطيك العافية، هذه أحسن سعادة بلاقيها أكثر شيء. هي صحيح الإنسان بياخذ أجر وأجرة، ولكن بياخذ كمان ثواب أكثر عليه هذا الحكي، لأنه بقدم للناس كل وجبة طيبة وبيحترمهم في كل احترام. بزعل من الناس لأنه بياخذوش النظام، أهم شيء عندنا النظام، ما دام في نظام في كل شيء بتسلك، فيش نظام بصير أنا أزعل وهم بيزعلوا. وهذا الحكي بيصير ايش؟ عواقب عليه، كارثه عليه، ممكن يعدي ولد صغير وحامل الوعى تبعه ينحرق.
واللي زي ما بيقولوا اللي بيعيش في الخليج بده ينعى في القليل. أن تحل المشكلة الازدحام لا تحل إلا بإضافة مساحة جديدة وبناء جديد ملاصق للقية. هنالك في جنبها موقع ممكن أن نبني عليه إن توفرت الإمكانيات، نوسع هذا المبنى ليكون غرفة انتظار أوسع، لأن غرف الانتظار لا زالت صغيرة وغير كافية. وإن بقي الأطفال في الشارع تتعرض لهم قوات الاحتلال وتمنعهم بالقوة وأحيانا بالأعيار المطاطية وبالضرب وإلى آخره، ونهدد كثير من الأيام نهدد بإغلاق القية إذا بقي هذه الفوضى أو هذه الأطفال أو هذه الصغار في الشارع، لأنه هذا بشكل بالنسبة لهم، لأنه كل شيء يفسره دائما بالأمن، وما يعني إذا واحد يتنفس بقول لك هذا يعني أثر على الأمن، إذا واحد أكل بأثر على، إذا صمد في هذه المدينة، وحقيقة إذا صمد في هذه المدينة هو بأثر على الأمن، لأنه هم يريدوا أرض بلا شعب.